طالع البدر علينا من تنيات الوداع. واحد السلام عليكم مشاهدي الكرام. اليوم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب قررت فتح الباب للنظار والقضاة ديال المملكة باش يراقبوا الهلال ديال رمضان، لكن الهلال ما بان لا بالعين المجردة ولا بالوسائل ديال المراقبة العلمية المعروفة. هادشي كيعني بلي أول أيام رمضان بالنسبة للسنة الهجرية 1443 هو نهار الحد 3 أبريل 2022 إن شاء الله. وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. بهذه المناسبة كنتوجه بالتحية للأحباب والأصدقاء وخاصة المشاركين في هذه القناة. هذه القناة اللي ما كتبغي المشاركين ديالها إلا الخير، وهذا الشيء ظاهر في طبيعة المحتوى الموسيقي الطربي ومن نوعية النكت والطرائف والقصص العائلية اللي ممكن الإنسان يتابعها ولو مع والديه أو والدته. المشاهدين اللي ما كيبخلوش صراحة بالدعم لهذه القناة من لايكات وتعليقات إلى آخره، وما ننساش واحد العدد من المتعاطفين من خارج المغرب، من الجزائر الشقيقة وتونس الخضراء ومصر أم الدنيا والسعودية حامية المقدسات والعراق العريقة، وكذلك بعض الدول الأوروبية فرنسا إيطاليا إسبانيا وحتى كندا. طلع البدر علينا من تنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. وكنغتنم الفرصة باش نسلم على أي واحد كيشاهد هذا الفيديو القصير الخاص بشهر رمضان. الله يدخلوا علينا جميع بالصحة والعافية ويرفع علينا بلاء كورونا والنتائج الكارثية اللي تسبت فيها واللي ما تخطر على بال أعتى المفكرين والمنجمين، ويا ربي تحمينا من تداعيات الحرب الدائرة رحاها ما بين أوكرانيا وروسيا. اليوم في الظاهر الحرب ما بين دولتين فقط، لكن إلا حللنا الأحداث فالدول كثيرة اللي مشاركة في هذه الحرب كل حسب موقعه. كاين دول اللي واخا ما دخلتش في مواجهة عسكرية مباشرة إلا أنه منها اللي رسل السلاح، منها اللي كيعقد اجتماعات دورية سرية إلى آخره. والحرب الله يجعل السلامة في نهاية المطاف ما هي إلا خسارة ودمار للطرفين، للطرف المنهزم وللطرف المنتصر، وهذا هو السبب اللي كيخلي السياسيين المغاربة كيتجنبوها بأي ثمن رغم التفوق الواضح ديال الجيش المغربي. المهم ما عندنا غرض، نرجعوا لموضوعنا. مبروك عواشركم، تصوموا بخير وعلى خير وتعيدوا بخير وعلى خير، الله يحفظكم من كل سوء، وملك البلاد الله يشافيه وينصر على أعداء الوطن، وإلى اللقاء. طلع البدر علينا من تنيات